من قذف نبيا والعياذ بالله بالزنا فإنه يحد أو يقتل؟ يقتل، لأن هذه ردة. من قذف نبيا أو قذف زوجة نبي فهذه ردة، هذه ردة، هذا يقتل، ولا يكتفى بإقامة حد القذف عليه، إن هذه فيها طعن في عرض النبي وطعن في النبي نفسه، فلذلك هذه تكون ردة والعياذ بالله، ويقتل مرتدا. نعم.